بالنسبة لإنسان لا يعرف اللغة العربية، دخل في الإسلام وهو لا يعرف اللغة العربية، كيف؟ طبعا الصلاة لا تصح إلا باللغة العربية، يعني قراءة الفاتحة أهم شيء، يتعلم الفاتحة أهم شيء، يتعلم قراءة الفاتحة، يتعلم التشهد الأول أهم شيء، يتعلم التشهد الأول. هذان ركنان من أركان الصلاة، الفاتحة والتشهد الأول. لا أقصد التشهد الأول اللي هو يعني المقصود اللي هو بعد الركعتين، لا، التشهد الأول هو الألفاظ، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يحفظ، هذا هو الركن. أما الصلاة على النبي وصلاة الإبراهيم اللهم صل على محمد وعلى محمد، هذا واجب أو سنة مختلف فيه، لكن الركن هذا التشهد الأول اللي هو بعده يسلم، لو سلم الإنسان بعد هذا صحت صلاته. وكذلك الفاتحة أهم شيء يتعلم هذا. أما التسبيح، سبحان الله الحمد لله، سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ربي اغفر لي، الأذكار الباقية هذه كلها مستحبات، فهذه ممكن يؤجل حفظها، لكن يركز في البداية على تعلم الفاتحة وهذا التشهد أهم شيء يتعلمهما. أما بالنسبة لخارج الصلاة، أذكار خارج الصلاة، فأتصور يعني الأذكار لابد تكون باللغة العربية، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، هذه سهل حفظها. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة، فقال لو قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا أتصور أبدا أنه يصعب على إنسان أن يتعلم سبحان الله أو الحمد لله، حتى يحتاج أن يقولها بالإنجليزي أو باللغة الأجنبية، أصبر شيء. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني الدعاء بلغته، يدعو بلغته، الدعاء يدعو بلغته. أما الأذكار فهي توقيفية، الأذكار توقيفية لابد تكون باللفظ النبوي كما وردت. تفضل أكمل. أذكار النوم وأذكار الصباح يعني لا يلزمه أن يقولها، لكن هذا بدلها يدعو إن الله يحفظه سبحانه وتعالى، لكن كذكر الذكر توقيفي. أكمل.